راس الله بو الحمد لله ودينا مباراة في القمة وفرحنا الجمهور هذا اللي يستاهل كل خير إن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله نركزوا على الشامبيون إن شاء الله وربي يوفقنا إن شاء الله خويا. بو الجمهور هذا يستاهل كل خير موقفين معنا من بداية الموسم الحمد لله احنا ما نخيبهمش إن شاء الله وإن شاء الله في آخر الموسم نفرحوا كامل إن شاء الله. الحمد لله وفقنا ربي وين بدينا نلعبوا ونضغطوا على ليكيب ادفيرس مالغري دي راتينا واحد دي بيت والحمد لله كما تمرك الاولي تمرك الثاني والحمد لله على كل حال وبارك الله فيكم ونشكر الانصار وربي يوفقنا ان شاء الله. والله والله غير واش حبيتني نقول لك فريمو فريمو والله لي زوم نقولوا حنا هما رقم 12 معنا ان شاء الله وربي يوفقنا ان شاء الله وربي يخليهم معنا ان شاء الله. تكلم على البطوله رقم 12 السعود وي حاجه باينه رانا نلعبوا على السعود كما يكون يخليكش بلي عندنا ماتش جاي بالسبت ان شاء الله شويه مقابله صعيبه وان شاء الله نشوفوا كيفاش نجيريوها ونجيبوا 3 بوان ان شاء الله. الحمد لله كما راك تقول انت فوز نتيجة والاداء هذا اللي كنا نتمناوها لماذا لان الببليك هذا والناس اللي راهم يتفرجوا في المقابله واللي جاوا لي زانفيتي حبوا يشوفوا يعني الاداء وحنا حبينا النتيجه كنا لماذا لا تكون ان شاء الله النتيجه والاداء شوز فات نقول مبروك علينا لماذا لان هذا الفريق الله اعلم اول مره يروح للويتيام وان شاء الله بوركوا با الكار كنا خايفين من التعب لان لعبنا نهار جمعه ونلعبوا اليوم ثلاثه ونهار جمعه نزيدوا نتنقلوا للبوسعاده اون جيري كما يقولوا لي زيفور تاع اللاعبين كانت مقابله فيها روح رياضيه كبيره بين لي دو زيكيب التحكيم كان في المستوى لماذا نقول التحكيم كان في المستوى شوف لافا كاع الناس راحوا صاليو التريو سا سي تري امبورطون الناس ما تهضروش غير على السلبيات نهضروا الايجابيات الايجابيات اليوم انا شفنا لي كارطون خليهم في الدار ولا في مكتوب وما خرجهمش الفير بلي كان الببليك يعطيه الصحه اللي تنقل وشجع الفريق تاعو انا نظن باللي فريق ما مع النبا يعني تنقل معهم صابروف باللي ملعب كيما هذا ولايه كيما هذا ببليك كيما هذا حنا ولا عنابة انا نظن يستاهلوا كل خير اليوم اللي علينا درناه ونخلموا ان شاء الله المقابله اللي جايه. المقابله حنا رايحين باش نديروا نتيجه وان شاء الله نسترجعوا القوه تاعنا ونديروا اللاعبين في الظروف اللي يكونوا في المستوى ان شاء الله خايفين من اللياقه البدنيه لي بليسيور اكسيتيرا مي اون فا جيري سا مي الي تري امبورطون الماتش هذا على كل حال ماهوش هو البطوله ولكن حنا رايحين باش نديروا نتيجه وان شاء الله نكونوا في المستوى ونكونوا محضرين ونحضروا كما ينبغي باش نرجعوا نسيرسكو من نتيجه ايجابيه لينا للمسيرين للولايه اون جينيرال المدينه هذه وخاصه للجمهور هذا. نهني المسؤولين تاع شبيبه جيجل على الاستقبال اللي دارنا اليوم وبارك الله فيهم وهذه مش حاجه جديده على فريق شباب جيجل هذه تقاليد وراهم مشكورين على الشيء اللي قاموا به يعني منذ وصلنا الى مدينه جيجل. اما فيما يخص المباراه انا نظن يعني الاحسن هو اللي تاهل خاصه في الشوط الاول فريق شباب جيجل يعني تخلى بكل قوه ارتكبنا عده اخطاء اللي خلصناهم كاش خذوا الاسباقيه يعني نظن في الشوط الاول اما في الشوط الثاني حاولنا يعني باش بعد التصليحات اذا حاولنا باش نسجلوا على الاقل هدف باش نخلقوا نوع من الشك في الفريق الخصم ولكن كانوا منظمين مليح ودافعوا مليح والتاهل تاعنا قلت لك راه مستحق وحنا بكل صراحه نظن بعد شرط على كراف هذاك اللي داروه الاشكال راهو اثر فيهم شويه نقدروا نقولوا تمنينا ان يروحوا بعيد في الكاس هذا ولكن انا بكل صراحه نظن ما عندناش امكانيات بس ان نروح فوق الشيء اللي حصلناه الى حد الان انا نظن يا امتيت كاسيور نحاول كيفاش نعاود نرجع زين نسقموا الامور تاعنا باش نرجع في اقرب وقت ان شاء الله في المنافسه لان البطوله هو الاهم بالنسبه لنا حنايا. اما فيما يخص شباب جيل انا نظن عندهم فريق محترم وعندهم كل الامكانيات ان شاء الله باش يعاودوا يرجعوا القسم الوطني ثاني وهذا الشيء اللي نتمناه لهم. الحمد لله على كل حال فزنا في هذه المباراة وهذا الفوز يعود إلى هذا الجمهور العريض اللي نحييه على كل حال نهدي له هذا الفوز على كل حال أداء ونتيجة والحمد لله مازال مقابلات أخرى تنتظرنا إن شاء الله والحمد لله.
ان شاء الله. على كل حال احنا يعني ما كناش عاطين اهميه للمباراه اليوم تاع الكاس، ولكن المقابله يعني ضد امل بوسعاده هي مهمه جدا. ان شاء الله نتمنى وان شاء الله يعني نفوزوا بها حتى نبقى دائما نلعب على ورقه الصعود. والله الحمد لله يعني بفضل هذا الانصار اللي رانا متواجدين هنايا ونقودوا في هذا القافله ان شاء الله، يعني نهدي الفوز هذا اللاعب رقم 12 هو الانصار، الجمهور هذا يعني جمهور من ذهب، والله يستاهل على كل حال الفريق ان يكون في المحترف الاول.